عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. الوصفة متاع اليوم شوربة شعير بالشفريت. هذو مع المكونات اللي حضرتهم، حضرت 500 غرام شفريت و 100 غرام شوربة متاع شعير، كعبة بصل قسيتها جويدة، حضرت شوية كلافز، الكلافز قسيتها، سنون ثوم، ورقتين رمت، عنا زيت زيتونة باش نحط لها الشوربة من غير طماطم شايحة وملحية ومن غير طماطم معجونة. وهذايا لفاح اللي حضرته، عندنا ملح، فلفل أكحل، تابر، كركم، نعناع شايح، ومحطحط فلفل مرحي. وتوا باش نبدا في تحضير الوصفة. باش ناخذ النحاسة والشفريت باش نصمتها، نحطها في وسط النحاسة، نصب لها شوية ماء، وباش نصمتها الثوم باش نهرسه، هاكا سنون ثوم نحطهم في المهرات، باش نحط معاهم شوية ملح وشوية تابل، الثوم هرسته. وتوا باش نحضر الصلصة نتاع الشوربة، ناخذ النحاسة، نحط هاك الثوم اللي هرسته مع الملح ومع التابل، نحط الورقتين رند، نحط شوية كركم، باش نحط شوية فلفل مرحي، هذايا نقولولو زادا فلفل زينة، نحطو هكايا. نحطهم غير طماطم شايحة وملحية، الطماطم هذه ديالي، هذه حضرتها في الصيف، باش نحط غير طماطم معجونة، مغرفة هكايا، نحط كعبة البصل اللي قصيتها، نحط شوية كلافز، الكلافز مش باش نحطها الكل، باش نحطو شطرها، والشطر الآخر نحطوها في الاخر وقت اللي قريبه تطيب الشوربه، نحطوا لها بقيه الكلافز، نحط الزيت مقدار نتاع 100 مليلتر زيت، باش نصب شويه ماء، باش نحل الطماطم مع الرفاح، النعناع ما نحطوهش توا، النعناع الشايح نحطوه في الاخر وقت اللي قريبه تطيب الشوربه، قبل ما تطيب ب 20 دقيقه، واحنا نحطوا النعناع ونحط بقية الكلافز. أكل لفاح هاني كملت خلطتو، الصلصة متاع الشوربة باش نحطها تتقلى 15 دقيقة، نشعل الغاز على الشفريت ونحطها تتسمط، ونشعل الغاز على الصلصة باش نحطها تتقلى 15 دقيقة مع التحريك، أوكا نقعدو ساعة ساعة نحركو حتى تتقلى، أما كي نقليو على نار واطية. الشفريت تصمتت، عندها 10 دقائق تغلي، توا باش نطفي عليها، نستناها حتى تبرد وبعد نحيولها قشرتها، والماء اللي غليت فيه الشفريت ما نلوحوهش، هذيك بعد باش نسقي بيه الشوربة. الشوربة تتقلى عندها 10 دقائق، وقعدت هكايا ساعة ساعة نحرك، باش نزيد نخليها تتقلى 5 دقائق أخرين. الصلصة تاع الشوربة تتقلى عندها 15 دقيقة، توا هذي تقليت باش نرمي الشوربة، الشوربة غسلتها، نمرق، نصب الماء، نغطيها النحاسة، نخليها في الشوربة تغلي على نار واطية وما نحركوهاش. الشوربة تغلي عندها ساعة، وملي حطيتها تطيب ما حركتهاش بالكل. توا باش نحط الكلافز، هذي بقية الكلافز، وباش نحط مغرفة نعناع شايح، هذايا المحطحط نحطو مغرفة هكايا وما نحركوهاشي. كان ناقصة ماء نزيدوها، أما ما نزيدوهاش برشا على خاطر ما بعديش وقت قريب تطيب، باش نزيدها أكل ماء متاع الشفريت هذايا، ونرميلها الشفريت اللي قشرتها،
توا نغطيها النحاسه ونخليها تزيد تغلي 20 دقيقه. الشربة قريبة تطيب، عندها ساعة وعشرين دقيقة تغلي. توا باش نحط لها أكل ماء متاع الشفريت، نغطيها ونخليها تزيد تغلي 8 دقايق. الماء متاع الشفريت عنده 8 دقايق ملي صبيتو فوق الشربة. توا باش نرمي أكل كعبات متاع الشفريت، والشربة ما حركتهاش بكلها، ما توا باش نحركها. الجريوة نتاعها باهية، مانيش باش نزيدها ماء، إذا كان لقيناها أي بس نزيدوها شوية ماء. توا باش نحط مغرفتين زيت، أنا الماكلة نتاعي الكل نحط لها في الدخل مغرفتين زيت. باش نحط شوية فلفل أكحل، فلفل أكحل هذيا مفوحة، فيها شوش الورد وفيها قشور بردين. نغطيها النحاسه باش نخليها الشربه تزيد تغلي دقيقتين اخرين. الشربه طابت وهني توا باش نطفي عليها وباش نعبيها. هذه هي الشربه اللي حضرتها لشقن الفطر، حضرتها بالشفريت، وهكايا تكون الجريوة متاعها، ما تكونش يابسة ملقمة وما تكونش جارية ماء. الشربة أنا طيبتها بطماطم الشايحة الملحية وبطماطم المعجونة، وإذا كان ما عندناش طماطم الشايحة الملحية نجمو نطيبوها بطماطم المعجونة برك. وهذه شربتنا متاع اليوم، الشربة هذه اللي حضرتها لشقان الفطر، شربة طيبتها بالشفريت، أما فما ريحة طالعة بك اللفاح اللي حطيته في وسطها وريحتك الشفريت، ما نحكي لكمش على الريحة. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، وبالسلامة وشاهية طيبة. Thank you.